ثاني لم تكن المساندة، لم يكن أوتشي قريبا من عمرون، ساعدوا يسترجع منه خطأ. بن خليفة الآن يقدم ليت عبد السلام القادم من الخلف، ايت عبد السلام يعود إلى بن خليفة، بن خليفة ماذا يفعل بالكرة؟ يعود إلى عبد السلام من جديد، ايت عبد السلام الكرة دائما لعناصر الشبيبة، أوتشي يعود للوراء في ظروف صعبة، في ظروف صعبة لأنه تمركز عناصر النصرية جميل إلى حد الآن، ولكن البحث عن الأروقة، البحث عن الحل مع شدي من هناك، شدي مع تفني دائما، تفني وسع في القائمة الثانية ناحية عمرون، صعبة! يا سلام يا سلام يا سلام على روعة هذا الهدف الجميل، أي هدف، أي روعة، أي جمال لهذا الهدف المصنوع كما ينبغي. تنفجر المدرجات، مدرجات ملعب أول نوفمبر. كل الأهداف التي شاهدناها إلى حد الآن هي أهداف مدروسة مختومة ملعوبة، سواء أهداف النصرية وأهداف شبيبة القبائل. الهدف وهكذا الفرق فوق المدرجات سنشاهده حتما يا يونس، ابتسام مع هيكل جسمي بعض لحظات، سيأخذ كامل وقته حتى يقدمنا اللقطة من بدايتها، لأنه روعتها في كيفية البناء الهجمة. هاي هيكل الانطلاقة من شدي يقدمها لطفني، شوف الترويض بالصدر، شوف الترويض وشوف التسديدة بخارج القدم، الترويض بالصدر كريم، خاصة التسديدة في القائم الثاني وين الحارس كان في القائم الأول، لكن قبل كل هذا التمريرة من شدي وتوزيعها من طفني، التمريرة الجيدة وخاصة القائم الثاني واللاعب بدون رقبة كريم، خدا كل وقت ديالو. لما شوف كريم ترويض بالصدر هنا على الطائر اللي ما خلاش الكرة.